مشاهدينا الكرام، صح فطوركم صح شريبتكم ومرحبا بكم معنا في الكاميرا كاشيرا نحكم اكسبورت. اليوم راح نتوجهوا للغرب الجزائري وبالضبط الفريق اتحاد بلعباس، وين راح يكون ضحيه تاعنا واحد من اللي صنعوا افراح الفريق في كاس الجمهوريه هذا الموسم، واللي هو الحارس عثمان طول. دون اطاله نروحوا نشوفوا رده فعله، تابعوا معنا. عثمان طوال حارس مرمى فريق اتحاد بلعباس جا فرحان باسكو كان يوجد لنهائي كأس الجمهورية اللي فازوا بها من بعد. اجري جري دوك تشوفوا واش راه يستنى فيك. داكور صح صح صافا صافا طبيب لاباس لاباس طبيب. طوال قالوا لي تسأل طوال ولا طوال؟ طوال طوال بروشيت كما الله قال تاكا هاك خايف عندي انا واش نخاف هاك خايف كنت كيف ايه ماشي حقك انا نكذب عليك كنت ندير لي تيست غير نكمل نخاف يغلطوا نصورها هادي نصورها ما غلطوش بعد جوهم ناس مش بوزيتيف ايش تصور هاك صور تاع رجل تخاف يغلطوا يا ما غلطوش تاعي تخاف يا هادي دني انا يبي تنقلق وروح نروح معايا بيت احسن يا حبيبي تعرف لي كاردين تعرف مهاب اللي قال لك هذا غيبه مهاب لا ما طيح حد بزاف مهاب وانا ما قلت منهم اش وانا تاع حد خلخل انا خلخوني والله خلخوني والله العظيم قال يا اخي اش عليك هذا مليون ماشي عليك ما عنديش 400 مليون تدي في الدنيا 100 مليون ماشي فيك ماشي والله الله يهديك امين ان شاء الله حقبة انا يا اخي انا قلت لي حقبة كاين اوبسيون كاين كارت كاين اركاد وكاين سيريس انا حقبة نقول لك حاجة تصدق بربي اقسم بالله جامي تكيف جامي شميت جامي صرت في حياتي واش درت انا انا ناكل نرقد نهضر دنبر ولعب دومين هذا اسمح لي واحد من يضرب الشيشة انت تقنبر بيا دخل تقول لي بلي نتوما كامل يا اخو راني فاهم فيك بلي انا خاطيني يا معليش دير لي تيست يا دير له تيست وخليه راه يدور عليك لا قلبرتي لا 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 درنا هذيك العفسه دير له عفسه شحال تخاف يا عثمان ما هكذا دوك تعرفني نمضي لا لا نقول لك حط باما حطبة حطبة والو انا شنو نديرو؟ انت لي بصح ناخذ لو بوزيتيف من بعد نزيدو بريت كابيس انا خاطر ما يو شو انا انت كيف انا عندي نبيع مشي هناك انا نبيع مشي هناك صاحبي انا انت عارف انا من قبل انت عارف ما يسرك يا خويا انا راه ما جبت لك احسن والله يا اخي من جيتو انتوما ماذا ما تقول الله يا رب العالمين لا ما كان تسمع والو روح الله يسهل عليك ما عندي كاريش انا مش ديكاريني شنو
محمد رسول الله اتقوا الله روحوا بعد منا اخويا روح تصور العصافير روح تصور الطبيعه روح اش دقيقه هذيك الهرسيه واش كاين انا واش كاين بهم انا شفت انا ايش صريت كاين شي ولد تحت انا اسمح لي انا نصور هذا ميت دونك شو بتاع ديك الهرسيه يا جان تحب نكسر لك انت والكاميرا تقول بيه صلح فانت واش كاين ما راح روح خلاص موجي فيلمي خلاص انا قلت لك والله نكسر لك كاميرتي نكسر لك ايه ما تخدمش معايا انا قلت لك ما رحت الوالد انا قلت لك جان هذا ما كاينش واش كاين؟ اش هنا فرش الدوباج يجي واحد اخر يخرجوا طبيب هو يقول شحال داز عليه تهضر طبيب هو يقول الولد راه يخمم واش يدير الاسلام راهو لونصاه في العاجل الماسك حطبه راه معول سيد أحمد دوك سد لك روحك وحدك ياك انت اللي حبيت تدخل روحك كلا مالك طول كلا مالك صلاة جيدة دوك انت اللي بروح سيد أحمد صح خاف كاين مالك اللي مالك جابينا اللي مالك تدخل الكاميرا هنا حومه طبيب هذه حومه هيا امشي دوك راك تضحك هيا ما تزعبش صح كامل خافوك صح فطورك اصبر انا بغيت نقول لك حومتها كاع وين انا طاب لا مش معمورني ولا سميتك اسمعني خاطئين هنا والله خاطئين واحنا نجيبوا لي خاطئهم بعدك في هذه طيب بيت الله يعطيكم الصحة تمام الحمد لله ما بعد يتواضعوا يشوفوا تما الجوار من يدخلوا الشكل هنا والله ما مرة واحدة عاملين ترى زين تشكون سببك؟ طبيب انت برا اسمع روح